لمضمون ما جاء في القانون زي ما حضرتك تفضلت يا دكتور، كان عندنا مواد نحتاج إلى تغييرها بشكل ما، قدرنا ننجز قدر كبير منها. ممكن حضرتك تقول لي ما هو متاح من معلومات حول هذه المواد الآن؟ كانت إيه وبقت إيه؟ إحنا برضو المتاح زي ما أنت قلت كده، المتاح من معلومات مظبوط يعني، لكن ده المؤكد يعني برضو المتاح المؤكد. أول حاجة كنا احنا عندنا تخوف وهاجس طبعا، وكان النص المادة الأولى في تعريف الكنيسة لم ينص صراحة على وضع قبة أو قباب أعلى الكنيسة، أو وضع صليب أعلى الكنيسة، أو وضع جرس في داخل المنارة. ده بالعكس، ده كان ناقص انه مبنى، مجرد مبنى بالظبط. ده الاول كان كده، ملهوش شخصية، ملهوش معالم يعني، مجرد ملهوش معالم. المبنى مبنى مستقل داخل سور، كان التعريف الاولاني، وكان داخل سور كمان. وكان داخل سور وما نصش على شكل الكنيسة. واحنا كان عندنا يعني حالات كتيرة جدا، حالات دي من متشددين اشترطوا في إقامة الكنيسة أنها لابد أن تكون مبنى وليس عليه قبة ولا صليب ولا جرس. فإحنا أول ما اتخذنا أول مصادر القانون قلنا لا، إن هي مش حاسمة. بس على فكرة دي طلعت شائعة، أنا كنت لسه بشير إلى ما نشرته السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على صفحتها، وأنا بحييها على ده. قالت غير صحيح على الإطلاق، الصلبان موجودة في القانون وشكل الكبير. لا الجديد، ما دي على الجديد. لا حضرتك، احنا بنتكلم على الجديد. أنا بكلمك الوضع السابق كان إيه والجديد إيه بعد الحوار ما بين الكنيسة والحكومة. لا، وفي الفترة دي طلعوا وعاظ في التلفزيون يقول لك ارض اسلاميه ما تبانش عليها كنايس. لا يعني احنا في المرحله اللي هي بين التعديل، لا ما هو ده حديث يعني، مش حديث عقلاء يعني. احنا يعني ايه تخوفنا كان في محله يعني. يعني عاوز اقول لحضرتك في يعني دكتور يعني القس كمان بيتكلم على ان التخوف كان في محله. طلعت ناس وقالت كذا وقالت كذا وقالت كذا. الحمد لله انه القانون التعديل الجديد ده، المسوده دي، نصت على ان شكل الكنيسه عليه قبة او قباب، وقالت كمان في عبارته حسب ما وصلني يعني انه اولا هو مبنى مستقل قد تعلوه قبة او اكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطواف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، اللي هي ايه؟ ولها الشكل التقليدي. يعني السيدة غادة والي نشر بعض التفاصيل، تحتوي على قاعة الصلاة والهيكل والمنبر والمنارة وغرفة التعميد وغرفة القربان ومبنى الخلوة وتعلوه القباب والصلبان، ولا يجوز، وده مهم قوي، تغيير الغاية من بنائه كدار عبادة إلى استخدام آخر. طبعا احنا أمام نص طبعًا متقدم طبعًا للغاية. أنا بستند بس ببعض المعلومات اللي موجودة هنا بالظبط. احنا عندنا حتة يعني التخوفات اللي بقولها حضرتك كانت في الأول وتعالجت في القانون. برضو المنارة جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بالكنيسة أو منفصلا عنه وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسي. طبعا عالجنا مسألة فكرة أنه إيه، أن التعريف الأولاني كالكنيسة كانت مجردة من الصليب والقبة والجرس. تمام، فده الإيجابي اللي تعالج به القانون. ممكن تنفيلي بجملة قاطعة وحاسمة على لسان حضرتك دلوقتي ما تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ان كانت قال ان القانون مش هيتحط عليه السلطان ولا ملامح؟ لا لا لا، دي نفي قاطع يعني، عشان بس يبقى الكلام واضح يعني. على مسؤوليتي يعني الشخصية، وده طبعا يعني انا بقى حضرتك دي برضو بعض دي المسودة اللي كانت بعض التسريبات يعني، بعض التسريبات اللي حصلنا عليها بمعاناه غير عاديه. الامر ما زال غامض، واحنا حصلنا على التسريبات دي، ويعني ايه يعني لا تتخيلي بمعاناه. يعني عشان اجي البرنامج يكون عندي معلومه وكده اقدر اقولها. تمام، لانه لغايه دلوقتي جزء كبير من الشعب مش قادر يحصل على المعلومه، واحنا كلها تكهنات. بس دي معلومه من مصدر يعني كنسي موثوق من اللي كانوا موجودين في المفاوضات مع الحكومه، كانوا بيديروا الحوار وبيديروا التفاوض مع الحكومه. تمام يا فندم. اوكي، يبقى انا الموضوع حسم مساله الكنيسه عليها صليب او قبه او الشكل التقليدي للكنيسه في هذا الامر.
الامر حسم ايضا مساله ان الكيسه داخل سوق او خارج سوق، فالمساله برضه الحته دي كويس قوي. الامر الثاني انه خدمات الكنيسه تبقى داخل سوق الكنيسه، برضه حسم ان لا ممكن تبقى خارج سوق الكنيسه، مفيش اي مشكله في الحته دي. تمام يا فندم. الامر الـ الملحقات برضو بتاعت الكنيسه ملحقات قبل الخدمات، كل الحاجات الملحقه بالكنيسه عشان اداره الكنيسه وسهوله قيامها بالخدمات الدينيه والاجتماعيه والثقافيه. كانت بتقال ان هي في المحيط، دلوقتي تم توسيعها مش في الاطار العام، لهاش علاقه بالمحيط الكنيسه بالظبط. يعني احنا لا ده مبنى الخدمات هو اللي ممكن يبقى بعيد، لكن مبنى الخدمات كان في بس في الداخل يعني مبنى الخدمات كان ما كانش فيه مكتوب فيه الانشطه الروحيه وكده فلا اضيفت ليها كلمه الانشطه الروحيه، الحاجات الاجتماعيه، لان احنا عندنا برضه في بعض الخدمات يعني ايه بيقيم فيها انشطه روحيه ودراسه كتاب، ممكن يقيم فيها صلاه، مبنى الخدمات لكن مش كنيسه. لكن الخدمات في حد ذاتها، لكن مثلا لما بيكون مثلا في مدارس احد، عندنا مثلا اجتماع شباب، مش لازم اجتماع الشباب يبقى في الكنيسه، فممكن اجتماع الشباب والمدارس احد يبقى في مبنى ملحق بالكنيسه. فبرضه حته المبنى ملحق بالكنيسه دي ممكن يكون في صلاه، ما هو مبنى اجتماع شباب واجتماع مدارس احد اطفال، ما هو لازم هيصلوا برضه. فكان كان ممكن دي يقول لك لا انت المبنى ده بتبنيه علشان تعملوا كنيسه تانية، يعني هيبقى كنيسه جوه الكنيسه لا او جنبيها يعني مش لا كتير يعني حضرتك احنا مش بنتكلم كلام من واقع يعني. اصل المقصود بمبنى الخدمات مثلا لو في مستشفى، مستوصف، في حاجه لذوي الاعاقه، مبنى اداري الاجتماعيه، وممكن يكون مبنى اداري يعني مبنى اداري ملحق فيه ويتم استغلاله برضه في بعض الانشطه الروحيه للكنيسه. تمام. عندنا طبعا مسألة الكنائس اللي هي المقامة وقت صدور القانون، ايه اللي حصل اللي اقيمت فعلا ما هو هنا عندنا نص، النص اللي فات كان بيتكلم على تقنين اوضاع الكنائس المقامة. تمام. عندنا مشكلة كنا بنتكلم عن الكنيسة، بس هو في النص اللي فات كان بيقول انه الكنيسة مبنى مقام فيه الشعائر الدينية. عندنا مباني لكنائس غير مقام فيها الشعائر الدينية، مبنية كاملة ولكن موقوفة بأمر الأمن أو موقوفة بأمر من وزير أثار، لا تقام فيها شعائر، غير مقامة فيها الشعائر. تمام يا فندم. كان عندنا مشكلة في القانون، المسودة الأولى بتقول إنه يعني اللي هيتقنن الكنائس اللي بيتصلى فيها. طب احنا عندنا كنائس مقامة ولكن موقوفة بأمر الأمن بعدم الصلاة فيها، كان هنعمل فيها إيه؟ كان القانون لم يتناولها. الحمد لله القانون قال انه في لجنه هتشكل، لجنه وزاريه هتشكل، هذه اللجنه الوزاريه هنتقدم فيها بكل طلبات الكنائس اللي عليها انزاعه وموقوف الصلاه فيها. هذه اللجنه هتتم حل مشاكل الكنائس كلها الموقوفه في خلال فتره محدده حددها برضو القانون، مشروع القانون حددها، بحيث انه اللجنه دي هتتضمن كل الوزراء المعنيين بمشاكل الكنائس. تمام. زي في مشكله كنيسه موجوده مثلا موقوفه لدواعي امنيه، هيبقى وزير الداخليه في اللجنه. عندنا كنيسه موقوفه او تعديل وترميم مثلا كنيسه اثريه، ففي قرار من وزير الاثار مثلا محتاجينه عشان الامور دي، طبعا هيكون اللجنه دي فيها وزير الاثار. وبالتالي هذه اللجنه دي مستحدثه بقى، ده المستحدث عشان يعالج مشكله الكنائس المقامه الموجوده والموقوفه. في فرق من كنيسه مقامه وموقوفه. يبقى مساله مقام فيها الشعائر الدينيه دي وقت صدور القانون لا.